حبيت برك نقول لهم باللي كل اسبوع عندهم تحدي على شكل لغز، لازم تفهموا مليح مليح واش راني طالبه منكم. وللكيله والعبار سي نورمال، عينكم هي ميزانكم. يعطيكم بون كوراج. بون كوراج. قولوا لي زعما واحد فيكم على باله واش يحبه تقصد اللوزه بهذا اللغز وهذه المكونات؟ سمية مهدي يا اخي ما تبكيش، كنتي فلوب اليوم تبكي بالضحك. ان شاء الله ان شاء الله مادام كاين كوتكس ما نخافش. زيدولك رولو. كل واحد عيد. ان شاء الله هاد الخطره من الفرح. مهدي قولي لي كاش ما شمشمتي في الكيفيه تاع اليوم؟ عندي اون ايدي عليهم بصح ما نقولش. اما لا نقول لكم اللالوزة حبت تخدموا لها حلوة الضامة. أوه. بلا علف تاع التمر، بلا حجر، وبلا بوشونات، وبلا طباشير باش ترشمو. عندكم زوج سوايع والتذوق راح يكون بتخبيه. 1 2 3 باتيسري. اليوم وجدوا رواحكم وركزوا مليح، راح نديروا شويه رياضه بصح بلا ما نخرجوا من الخيمه، يلزمنا غير التخمام والقفازه. شكون فيكم ما يعرفش الضامه؟ هيا حطوا راسكم وبداو توجدوا كيك الفانيليا. خلطوا 150 غرام زبده مع السكر. لا لا كيلا ما كاش. والملح مع 3 حبات بيض. ما عنديش انا، نخدم على حساب شحال كاين تاع البيض. تري بيان. كيك شوكولا دخلوا فيما بيناتهم. وي ردوا بالكم عينكم هي ميزانكم، هذه هي اللي نخافوا. لا لوزة ديجا لا غوسيت ما فيهاش بالديتاي لي زانغريديو. او ماي جاد. مي ان شاء الله ابوبخي راني عارفه كيفاش ندير، مي دوك في لا بريباراسيون يبانو القدرات تاعي عياده. هذه غير البدايه ومازال الخير. انا فهمت باللي ستا كيما ان جو ديشيك، لازم كونت اون كوب لو غاتو اون فيرا لي كاري نوار اي لي كاري بلون. On va essayer de trouver la solution. Jamais. Jamais cake d'amis, c'est le premier, inshallah. نلعب دامة تاع الصح، نلعب لي جو ديشيك، مي جامي خدمتهم، جي جامي بونسي نخدم ان غاتو في